بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. تحية تحية للتلاميذ الأعزاء وتلميذات الأعزاء، تحية للمرافقين تاعهم، لأن حصة اليوم هي حصة الفيزياء والكيمياء. نبدأ بدرس الحركة. لنشاهد الصورة التالية. من هم أشخاص الذين هم في حركة؟ إذا فقط سؤال إشكالي في البداية. الحركة، وصف حركة. إذا نتكلم على المحاور. المحاور هذا الدرس هي أولا ستعرف على المرجع، ثم المسار، ثم أنواع الحركة. هذه هم المحاور الثلاثة لدرس الحركة والسكون. إذا وصف حركة، إذا شخص يصعد عبر باستعمال مسعف يقول أنا في سكون، وملاحظ يقول هو في حركة. إذا من طبيعة الحال كليهما على صواب. إذا الجواب الصحيح وتتم الجواب، الشخص الذي يركب يصعد المصعد هو في سكون بالنسبة للمخدع أو بالنسبة للمصعد نفسه. وهي تقول نفس الشخص الذي يركب المصعد هو في حركة بالنسبة للأرض. إذا الشخص في نفس الوقت في حركة، في سكون بالنسبة للمخدع وفي حركة بالنسبة للأرض. إذا المخدع أو المصعد والأرض هما الجسمان المرجعيان. المرجع، إذا المرجع، لأن بصفة عامة المرجع هو عبارة عن جسم صلب غير قابل للتشويه. إذا الشخص الذي بداخل المصعد فهو في سكون بالنسبة للمخدع وفي حركة بالنسبة للأرض. لماذا هو في سكون بالنسبة للمخدع؟ لأنه أو بالنسبة للمصعد، لأنه لا يغير موضعه أو مكانه بالنسبة للمصعد مع مرور الزمن، في حين أنه يغير مكانه أو موضعه بالنسبة للأرض مع مرور الزمن. إذا كحصيلة لتحديد حركة أو سكون جسم ما، يجب اختيار جسم آخر يسمى المرجع أو نسميه كذلك الجسم المرجعي. إذا لا يمكن أن أقول جسم في حركة وأتوقف، أو أقول جسم في سكون وأتوقف، بل يجب أن أقول بالنسبة إلى ماذا. الذي يأتي بعد إلى هو المرجع أو الجسم المرجح. إذا بصفة عامة نقول أن جسم في حركة بالنسبة لمرجع معين إذا غير أو تغير موضعه أو مكانه بالنسبة لهذا المرجع مع مرور الزمن. فأنتم أعزائي التلاميذ بالنسبة إلي، وأنا الآن واقف بجانب هذه السبورة، أنتم في سكون بالنسبة إلي، وأنتم جالسون فوق مقاعدكم. لماذا؟ لأنكم لا تغيرون مواضعكم أو أماكنكم بالنسبة إلي مع مرور الزمن. أما الآن فأنتم الآن عندما أنا أتحرك بالنسبة للأرض، فأنتم بالنسبة إلي في حركة. لماذا؟ لأنكم يتغير موضعكم أو مكانكم بالنسبة إلي مع مرور الزمن. إذا بصفة عامة دائما جسم يكون في حركة بالنسبة لمرجع معين، ويكون في سكون بالنسبة لمرجع آخر. نعم، نمر إلى مثال. نعتبر قطار يمر بجانب محطة. الشخص A فهو واقف في المحطة والقطار يتحرك. الشخص B فهو جالس في مقصورة القطار، والمراقب C يتحرك داخل القطار. إذن الشخص A B C المرجع. المرجع، الجسمان المرجعيان اللذان سوف نأخذهما، هناك المحطة وهناك مقصورة القطار. إذن فالشخص A في سكون بالنسبة للمحطة. لماذا؟ لأنه لا يتغير مكانه أو موضعه بالنسبة للمحطة مع مرور الزمن.
الشخص بي الذي يجلس في المقصوره هو في حركه بالنسبه للمحطه. لماذا؟ لان موضعه او مكانه يتغير بالنسبه للمحطه مع مرور الزمن. ثم الشخص السي الذي هو المراقب فهو في حركه كذلك بالنسبه للمحطه، لانه هو كذلك يغير موضعه او مكانه بالنسبه للمحطه مع مرور الزمن. الان خذ الجسم المرجعي هو مقصوره القطار. فالشخص ا بطبيعه الحال الواقف خارج القطار فانه في حركه بالنسبه لمقصوره القطار. لماذا؟ لانه يتغير مكانه او موضعه بالنسبه للمقصوره مع مرور الزمن. بالنسبه للشخص ب الجالس داخل المقصوره فوق كرسيه فانه لا يتغير موضعه او مكانه بالنسبه لمقصوره القطار، وبالتالي فانه في سكون. في حين بان الشخص سي المراقب فانه يتغير مكانه او موضعه بالنسبه للقطار، بالنسبه لمقصوره القطار اللي هو الجسم المرجعي مع مرور الزمن. جيد. الان ما يجب التركيز عليه هو ان الحركه والسكون مفهومان نسبيان يتعلقان بالمرجع او الجسم المرجعي. اذا بصفه عامه نقول ان جسم معين في حركه بالنسبه لمرجع معين او جسم مرجعي معين، اذا تغير موضع او مكان هذا الجسم بالنسبه للمرجع مع مرور الزمن. والعكس صحيح. ناخذ مثال اخر، مثلا نعتبر سيارتان، سيارة A توجد أمام السيارة B وهما تسيران بنفس السرعة. في هذه الحالة فالسيارتان بالنسبة إلى بعضهما البعض فإنهما في سكون بالنسبة إلى بعضهما البعض. في حين إذا كانت لهما سرعتين مختلفتين فإنهما سوف تغيران موضعهما أو مكانهما بالنسبة إلى بعضهما البعض، وبالتالي يكونان في حركة بالنسبة إلى بعضهما البعض. لذلك سوف ناخذ مثال اخر، تطبيقات اخرى من بعد. نمر الان الى شيء اخر ومحور ثاني وهو المسار. اذا المسار بصفه عامه ارى المواضع او الاماكن التي احتلها الجسم اثناء الحركه، اصل بين هذه المواضع بخط، انذاك اجد ما يسمى بالمسار. نعم، اذا المسار عندما يتحرك جسم ما يمثل الخط الذي يصل مجموع المواضع المتتاليه التي يسلكها مسار حركته. لأننا نتكلم عن المسار والجسم في حاله سكون. نعم، ناخذ الحاله ديال الان ديال القطار يسير فوق سكه كما ترون هي مستقيميه، وبالتالي فيكون مسار حركه القطار ومسار جميع نقاط القطار يكون مسارا مستقيميا. هذا النوع الاول ديال المسار. هناك المسار المستقيم. النوع الثاني، لاحظوا حركة المتزلج فإن جميع نقاط المتزلج فإن لها مسار منحني. إذن يكون المسار منحني عندما يكون الخط الذي يصل المواضع المتحرك منحني. نعم، الآن نأخذ حركة ديال قمر اصطناعي حول الأرض فإن مسار نقط القمر الاصطناعي بالنسبة للأرض هو مسار دائري. بطبيعة الحال هناك أمثلة عديدة للمسار. إذا أنواع المسار، هناك المسار المستقيمي والمنحني والدائري. فمثلا خدينا الحركة ديال هيكل سيارة أو سيارة بالنسبة فهي تسير مثلا فوق طريق مستقيمي فإن جميع نقط السيارة تكون لها مسار مستقيم. مثلا إذا أخذنا مسار نقط كرة السلة فإن مسارها يكون منحني أثناء رميها في السلة. نعم، نمر. إذن بالنسبة للمسار ونوع المسار يتعلق بالمرجع أو الجسم المرجعي. نشرح هذه النقطة هذه. مثلا مثلا
طريق، طريق مستقيمي، عجلة تتحرش فوق هذا الطريق المستقيمي، نقطة O ونقطة M من محيط العجلة. إذا فالنقطة M نوع مسارها بالنسبة للمحور أو بالنسبة للمركز فهو مسار دائري، في حين أن نفس النقطة مسارها بالنسبة للطريق فهي هذه العجلة، هذا هو منحى الحركة، فإنه يتغير موضعها بالنسبة للطريق، وهذه النقطة M تصبح مثلا بعد مدة زمنية تصبح في هذا الموضع، ثم بعد تدحرج العجلة تصبح في هذا الموضع، وهكذا ثم تصبح في هذا الموضع. هذه المواضع النقطة M، مواضع النقطة M أثناء حركة العجلة أثناء تدحرجها فوق هذا الطريق المستقيم. إذن إذا أردنا رسم مسار النقطة M سوف نصل المواضع المحتلة من طرف هذه النقطة بخط. إذن سوف نصل هكذا، نحصل على مسار بهذا الشكل. إذن مسار النقطة M مسار منحني بالنسبة للطريق. إذا غيرنا الجسم المرجعي أو المرجع فإن نوع المسار كذلك يتغير. إذن مسار نقطة أو مسار جسم فإنه يتغير حسب المرجع أو الجسم المرجعي الذي تم اختياره. إذن نعود إلى إذن بصفة عامة كتلخيص وحصيلة، فمسار حركة جسم أو نقطة من جسم وخط متصل يصل المواضع المتتالية التي يحتلها الجسم أو تلك النقطة من الجسم أثناء حركته. وأنواع المسار يكون إما مستقيمي، منحني أو دائري. نمر إلى النقطة الثالثة في هذا الدرس وهي أنواع الحركة، أنواع حركة جسم صرف. إذن نأخذ صورتين، صورة لقطار يسير فوق سكة وصورة لمدورة ألعاب. إذن ما الفرق ما بين حركة القطار وحركة المدورة؟ حركة الدوران، إذن نعتبر قرصا قابل الدوران حول محور يمر من مركزه O. إذن عند دوران القرص النقطة O لا تتحرك فهي تنتمي إلى محور الدوران، في حين أن النقطة A وباقي نقط القرص فإنها تكون لها مسارات دائرية. ضف على ذلك أن جميع نقط القرص لها مسارات دائرية وكلها ممركزة حول محور الدوران، وبالتالي نقول أن القرص نوع حركته هي حركة دوران حول محور ثابت. وكمثال آخر هو نوع حركة عقارب الساعة، فعقرب الساعة أثناء حركته جميع نقطه بدون استثناء لها مسارات دائرية ممركزة حول محور الدوران، وبالتالي فإنه حركة العقرب هي حركة دوران. إذن بصفة عامة فيكون جسم صلب في حركة دوران حول محور ثابت عندما تكون جميع نقطه المادية المنتمية إليه تكون لها مسارات دائرية لها نفس المحور أو ممركزة حول محور الدوران. وهناك أمثلة عديدة في الحياة اليومية لأجسام نوع حركتها هي حركة دوران، كمثلا حركة باب أو نافذة أثناء فتحهما أو غلقهما فهي حركة دوران. حركة العجلة بالنسبة لمحورها فهي حركة دوران. لماذا؟ لأن جميع النقاط المنتمية إلى هذه الأجسام أثناء حركتها يكون لها مسارات دائرية ممركزة حول محور الدوران. إذن تنضبط المسألة ديال الدوران بتحديد نوع مسار نقط الجسم أثناء الحركة. إذا كانت جميع النقط لها مسارات دائرية وممركزة حول محور الدوران آنذاك يمكنني القول بأن نوع حركة جسم هي حركة دوران حول محور ثابت. وفي الصورة الذي يمثل نوع حركة الدوران هو
حركه مدوره الالعاب، مدوره الالعاب دون المقصوره. نمر الى حركه الازاحه. طبيعة الحال انتم درستم الازاحه في الرياضيات، والازاحه لها علاقه بالمتجه. إذا نعتبر نقطتين أ و ب من جسم يتحرك فوق مستوى مائل، نمثل متجه أ ب في أوضاع مختلفة، مع أ و ب ينتميان إلى الجسم المتحرك. إذا غناخد الحالة ديال جسم متحرك هو مثلث، سطح مائل. إذا هذه الحركة، لاحظوا هذه الحركة، أخذت النقطة A هي نفسها والنقطة B هي نفسها. إذا فالنقطتين A و B يكونان متجه، يكونان متجه. إذا رغم تغيير هذا المثلث اللي هو الجسم المدروس لمواضعه، فإن المتجهة A B بقيت محافظة على نفس الاتجاه. الاتجاه هو حامل، كما درستم في الرياضيات، هو حامل المتجه. فإذا رسمنا المستقيمات التي تحمل المتجهة نجد بأنها مستقيمات متوازية، وبالتالي نقول أن المتجهة AB حافظت على نفس الاتجاه. كذلك المنحى، فهو من الأصل نحو الطرف، دائما المنحى، فهي هذه المتجهة ظلت محافظة على منحاها. وكذلك المعيار أو المنظم، فمنظم المتجهة AB من الجسم المتحرك فهي بقي ثابتا. وبالتالي نجد بأنه في جميع المواضع التي احتلها هذا الجسم المتحرك فإن المتجهة AB بقيت محافظة على نفس الاتجاه، نفس المنحى، ونفس المعيار. هذا يثبت بأن هذا الجسم نوع حركته هي حركة إزاحة. ضف على ذلك أن مسار النقطتين مثلا A و B، مسار النقطة A فهو مستقيمي، مسار النقطة B فهو كذلك مستقيمي، مسار هذه النقطة الأخرى كذلك فهو مسار مستقيمي، وباقي جميع النقط وباقي النقط كذلك لها مسارات مستقيمية. وبالتالي فنوع حركة هذا الجسم هي حركة إزاحة مستقيمية. نعم، إذا لا يتغير الطول أو معيار واتجاه ومنحى المتجهة AB، نقول أن الجسم في حركة إزاحة. ضف على ذلك مسارات نقاط الجسم مستقيمية، إذا فالإزاحة مستقيمية. إذا هذه أداة تجسيد لحركة إزاحة، إزاحة مستقيمية. إذا هناك الإزاحة مستقيمية وهناك إزاحة أخرى وهي الإزاحة المنحنية. نأخذ مثال، مثلا كأس أخذته بهذا الشكل ثم قمت بتحريكه من مكانه بهذه الكيفية. إذا لمعرفة هل هذه الحركة حركة إزاحة سوف أخذ متجهة من الجسم. متجهة نأخذ مثلا هذه المتجهة، حيث A و B ينتميان إلى الكأس. أرسم متجهة. في مختلف المواضع التي احتلها الجسم المتحرك. إذا نلاحظ بأن هذه المتجهة بقيت محافظة على نفس الاتجاه، لأن المستقيمات التي تحملها في جميع المواضع هي مستقيمات متوازية. كذلك المتجهة AB من الجسم، رغم أن الجسم يغير مواضعه أو أماكنه، فإن هذه المتجهة بقيت محافظة كذلك على نفس المنحى. وكذلك فإنها حافظت على نفس الطول، وبالتالي هذا يثبت بأن نوع حركة الكأس هي
حركة إزاح. بقي الآن تحديد نوع مسار نقط الجسم. إذا أردنا تحديد نوع مسار نقط الجسم غناخذ مثلا نقط أ أو ب. مسار النقطة أ أبدأ تحديده، سوف أصل بين المواضع التي احتلتها النقطة أ. إذا نلاحظ بأنه مسار منحني. مسار النقطة ب كذلك فهو مسار منحني. مسار باقي النقط هذه النقطة كذلك مسار منحني، وبالتالي فنوع حركة كأس حركة إزاحة منحنية. إزاحة منحنية. نعم، وهناك كذلك نوع ثالث من الإزاحة هي الإزاحة الدائرية كحركة مقصورة مدورات الألعاب. لنأخذ المثال كذلك. لمثلا مدورة ألعاب أرسم مدورة ألعاب إذا فحركة مدورة بالنسبة للمحور هي حركة دوران. لماذا؟ لأن جميع النقط المدورة يكون لها مسارات دائرية ولها نفس المركز، في حين أن مقصورة مدورة ألعاب التي يركب فيها الأشخاص مثلا تمثيل المقصورة لا غير ذلك، فهي أثناء حركتها هذه مقصورة واحدة بطبيعة الحال أثناء الحركة فهي تكون في هذا المواضيع ثم في هذا المواضيع وهكذا. إذن أصلا بعض المواضيع فقط، إذن آخذ متجهة من هذه المقصورة متجهة فهي نقطتين تنتميان إلى الجسم المدروس. نأخذ مثلا هذه المتجهة هذه المتجهة كما تلاحظون فهي تحافظ على نفس الاتجاه ونفس المنحى ونفس المعيار، وبالتالي فنوع حركة هذه المقصورة هي حركة إزاحة كذلك. هي حركة إزاحة. إذا إزاحة لماذا؟ لأن المتجهة من المقصورة بقيت ثابتة يعني محافظة على نفس الاتجاه ونفس المنحى ونفس المعيار أثناء حركة هذا الجسم اللي هو المقصور. بعد ذلك ننظر إلى تحديد نوع مسار نقط هذه المقصورة. لأن نحدد مثلا مسار هذه النقطة أو كذلك مسار عفوا مسار دائري، وهذه النقطة كذلك إذا أردنا رسم مسارها غلقه كذلك سوف نجد بأنه مسار دائري، لكن كما تلاحظون هذه الدائرتين ليس لهما نفس المركز. مثلا الدائرة الأولى مركزها واد والدائرة الثانية مركزها أيضا واد. إذا جميع نقاط الجسم لها مسارات دائرية لكن ليس لها نفس المركز، وبالتالي نقول أن حركة مقصورة نوع حركتها هي حركة إزاحة دائرية. نعم، لأن رأينا ثلاث محاور، تكلمنا على أنه لوصف حركة جسم لا بد من اختيار جسم مرجعي أو مرجع، تكلمنا على المسار وأنواعه مستقيمي منحني دائري، وتكلمنا عن نوعي حركة جسم صلب هي حركة الدوران وحركة الإزاحة. الآن نمر إلى تمرين في هذا الشأن.
خليهم يشرحوا، خليهم يشوفوا مثلا. اذا ثمانية الاول ربما تكبر شويه. لأن نترككم لبعض لبضع دقائق من أجل إنجاز التمرين رقم واحد. إذا أقرأ التمرين، الشخص أ لا متحرك على سطح الأرض، هل هو في حركة؟ طيب هل هو في حركة أو في السكون بالنسبة للشمس، بالنسبة للقمر، بالنسبة للشجرة على سطح الأرض، وبالنسبة لمركز الأرض؟ وبطبيعة الحال إذا تبقى لكم الوقت مروا إلى التمرين ثلاثة، نحدوا فيه نوع الحركة، هل هي إزاحة أو دوران بالنسبة للأجسام التالية: حركة مصعد وعقارب الساعة وعربة مدورة ألعاب أو مقصورة مدورة الألعاب. إذا التمرين الأول ثم تمر إلى التمرين الثالث. إذن بسرعة حاولوا أنكم تجاوبوا على التمارين، دقيقتان ونمر إلى التصحيح. إذا نحاول أن سوف يتم قطع الصوت لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق أيما يتم إنجاز التمارين ونمر إلى التصحيح. إذا السلام عليكم، نعود نبدأ بالتصحيح. التمرين الأول الإجابة، نعطي الإجابة للذين حاضرين دائما وهم انزلت عظم سي بي، انزلت عظم نعطيهم الإجابة. إذا ممكن أنكم تفضلوا السبورة وتكتبوا الإجابة ديالكم على السبورة. إجابة على التمرين رقم واحد.
نحن في الانصات استماع. استاذ ربنا التمري، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الاسم سلمان ميري، القسم الثالثه خمسه، ادرس في مركب طلبوي مندمج نزله العظام. بالنسبه للاجوبه على التمرين الاول، الشخص لا متحرك على سطح الارض، هل هو في حركه بالنسبه للشمس وبالنسبه للقمر؟ بل هو في حركه بالنسبه للشمس وبالنسبه للقمر. اذا في حركه بالنسبه للشمس وبالنسبه للقمر. اذا كان ممكن التعليل لماذا؟ لانه ليس في حركه بالنسبه لسطح الارض، لذلك لا يكون بحركه شجره على سطح الارض، وليس كذلك بالنسبه لمركز الارض. لمركز الارض كذلك لا. اذا بالنسبه للشمس انا متفق معكم، بالنسبه للشمس وبالنسبه للقمر فان الشخص الشخص معين فانه في حركه بالنسبه لهذين الجسمين المرجعيين. ممكن توضيح اكثر؟ احنا غير مطلوب التعليل ولكن غير توضيح فقط من اجل الاقناع. لان الشمس تدور حول الارض والقمر كذلك انه يدور حول الارض. الارض تدور حول الشمس. نعم. والقمر يدور حول الارض. اذا ما دام ان الارض تدور حول الشمس، اذا الشخص يغير مكانه او موضعه بالنسبه للشمس مع مرور الزمن، وبالتالي فانه في حركه بالنسبه للشمس. نعم. لاقين؟ نعم. كذلك فان الشخص في حركه بالنسبه للقمر، لان القمر تدور حول الارض، وبالتالي فان الشخص يغير موضعه او مكانه بالنسبه للقمر مع مرور الزمن. جيد. ممتاز. بالنسبه قلتم بان بالنسبه للشخص فانه في سكون بالنسبه لشجره توجد على سطح الارض. طيب الحال لانه لا يتغير موضع الشخص او مكانه بالنسبه للشجره مع مرور الزمن. يريد تثبيت هذه المعلومات. جيد. واخيرا بقى لنا الان النقطه العالقه، وهي بالنسبه لمركز الارض. هل الشخص في حركه او في سكون بالنسبه لمركز الارض؟ هل انتم والان انتم جالسون على مقاعدكم، هل انتم في حركه او في سكون بالنسبه لمركز الارض؟ حركة. لماذا؟ لأن الأرض تدور. لأن الأرض تدور ومركزها تدور حول محورها. تدور حول محورها. نعم. إذا كانت تدور حول محورها، يعني أنكم تغيرون مواضعكم بالنسبة لمركز الأرض، وبالتالي أنتم في حركة. جيد، ممتاز. الآن تمر إلى التمرين الثالث. ممكن مرور التمرين الثالث؟ نخليكم مهلة التفكير؟ نعم. مهلة التفكير التمرين الثالث. التمرين الثالث وليس التمرين الثاني. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله. التمرين الثالث أستاذ، ياك اللي غنخرجوا. التمرين الثالث اللي فيه حديد نوع حركة إزاحة أو دوران بالنسبة للأجسام. أستاذ مساد، مساد دي الجواب. مساعدين بسيط، نعم. سجل قابيل، كان ادرس بالتاسع اعدادي الفوج الثاني، ادرس بالمركب التربوي المندمج لزلزال العظام. نوع الحركه بالنسبه للمصعد هي حركه ازاحه. هي حركه ازاحه. اتمم الجواب، من الافضل اتمام الجواب. حركه ازاحه. وبالنسبه لعقارب الساعه هي حركه دوران. لا، نعود الى حركه المصعد. حركه ازاحه يجب اتمام، لان ليست التعليل. حركه ازاحه ناقصه واحد الكلمه بعد ازاحه. مستقيمية. ازاحه مستقيميه. ازاحه مستقيميه. جيد. نعم. سفيان، سفيان تلميذ سفيان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معكم سفيان من كوليج بن قرير. متشرفين. نعم، مرحبا. فبالنسبة للعربة ولا مدورة ألعاب، نوع ديال الحركة أنها حركة إزاحة دائرية، حيت إلا خدينا مثلا واحد جوج نقاط تما غادي نحسوا أنهم
حافظوا على المنحة وحافظوا على المعيار وحافظوا على الاتجاه. نعم صحيح صحيح جيد. شكرا. مرحبا. الآن نزلت عدم لكم كلمة تفضلوا. هناك من سؤال. السلام أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ إذا كان ممكن تعطينا واحد التمرين في السرعة. في السرعة مرحبا. ما كاينش مشكل في الدرس؟ لا أستاذ كل شيء مفهوم واضح. مرحبا. إليكم تمرين في السرعة والتمرين السابع. تمرين السابع في السرعة تمثل الوثيقة واحد، هذه هي الوثيقة واحد، تسجيلا للمواضع التي تحتلها حافلة أثناء حركتها على طريق سيار خلال مدة زمنية متتالية ومتساوية قيمتها 3 دقائق. إذن أولا، ما نوع حركة الحافلة، إزاحة أم دورة؟ ثانيا، احسب السرعة المتوسطة للحافلة بين الموضعين M0 وM5 بالوحدة كيلومتر طائر ثم بوحدة متر على الثانية. ثم السؤال الثالث، ما طبيعة حركة الحافلة؟ علل جوابك. السؤال الرابع، علما أن السرعة القصوى المسموح بها في طريق السيار هي 80 كيلومتر في الساعة، بالنسبة لحافلات النقل العمومي هل احترم سائق الحافلة قانون السحر؟ إليكم تسجيل مواضع، هنا الموضع M0، هنا الموضع M1 إذا كانت تصعب الرؤية، موضع M2، موضع M3، موضع M4 والموضع M5، والسلم كل مربع يمثل كيلومترين. إذا ممكن تسجلوا هذا التمرين، ممكن تسجلوه وفي حصة قادمة إن شاء الله. في حصة قادمة سوف نجيب، في بداية الحصة القادمة أول تمرين سوف نجيب عنه هو هذا التمرين إن شاء الله. أتمنى أنكم استفدتوا. موعدنا إن شاء الله في حصة قادمة. شكرا للاهتمام والانتباه، إلى حصة قادمة إن شاء الله.